غالبا عندما نتحدث عن دعم القضايا الوطنية دائما البعد السياسي يكون قابل. مبادرة الوطن أولا ودائما كما يدل عليها اسمها تشتغل في أدوار بأدوار أربعة، من بين هذه الأدوار طبعا هو الترافع على القضايا الوطنية، وأيضا الإسهام في المسار التنموي الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة لبلادنا. ومن أهم الأمور التي نعتقد أنها ضرورية أنه بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج، تشجيع الإنتاج وتشجيع المستثمر سواء كان في المجال الصناعي، في مجال الصناعة التقليدية، في مجال السياحة، في مجال التجارة، في مجال اللوجيستيك، في مجال البنية التحتية، في مجال فلا بد أيضا أن ننشر مقابل يعني تشجيع الإنتاج أن ننشر قيم استهلاكية جديدة، وعلى رأس هذه القيم طبعا هو الاعتزاز بالمنتوج الوطني، بالشركات الوطنية وبالخبرات الوطنية، ضمنها ما يصطلح عليه بالأفضلية الوطنية. جميع الدول التي الآن اقتصادية متقدمة تجد أنه ضمن الثقافة الاستهلاكية لشعوبها هو أنها تستهلك كل ما هو محلي، سواء كان خدمة أو كان منتوج صناعي أو كان منتوج محلي أو كان منتوج تقليدي أو كان معمار، يعني معمار والحمد لله احنا عندنا يعني مؤهلات كبيرة في هذا المجال، أو كان شركات يعني للبنية التحتية، شركات للخدمات أو مكاتب دراسات. ولذلك نحن أردنا أن نطلق هذه الحملة من أجل أن ننمي الوعي في المجتمع، نساهم طبعا مع المساهمين، مع وسائل الإعلام، مع المؤسسات التربوية، مع الجمعيات المتعددة وجمعيات المستهلك، ومع الجمعيات المعنية بتأطير المجتمع، أن يكون استهلاك المنتوج الوطني وتشجيع الشركات الوطنية والخبرات الوطنية ضمن الأولويات. هكذا المستثمر داخل الوطن يحس بأن الوطن يستوعبه، لأنه ينتج هنا ويشتغل هنا، وبالتالي أن المنتوج دياله مقبول. لكن في نفس الوقت هذه رسالة إلى المنتج، إلى الشركات، إلى مكاتب الدراسات، أن تعزز من جودتها، من جودة منتجاتها، من تنافسيتها. ونحن متأكدون إن شاء الله بأن هذه الحملة منتوج بلادي وأفتخر ستجد صدى طيبا داخل الأوساط الشعبية إن شاء الله. تقوم 90% من 30 مليار. ولما كنقولوا الشركات الوطنية، هي شركة سواء يملكها مغربي أو يملكها أجنبي ولكن مستقرة في المغرب وتعيش معنا وتعاني معنا وتجتهد معنا، فإذا هي تعتبر شركة مغربية، إن سوسيتي دو دروا ماروكان. ولذلك هذا موضوع الأفضلية الوطنية